لو كتف مش مشكلة. بناء على معلومات وردت الى فرقه البحث والتدخل بالمصلحه الولائيه الشرطه القضائيه بامن ولايه شلف تفيد بوجود شبكه اجراميه مختصه في تزوير ملفات اداريه ومحررات مصرفيه للحصول على تاشيرات للسفر الى دول اوروبيه، وذلك عن طريق نشر اعلانات ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. التحريات والابحاث التي بشرتها الفرقه افضت واسفرت عن توقيف 4 اشخاص مشتبه فيهم.